دونك إضراب المنظمات الديمقراطية للشغل بقطاع الجماعات الترابية يومي 29 و30 نوفمبر 2023 هو يأتي من أجل يعني تنبيه وزارة الداخلية على قرارها الغير مشروع لتعليق يعني الحوار، حيث أنه منذ شهر مارس 2023 وأنه لازمنا ننتظر استمرار جلسات الحوار. هذا الحوار هذا اللي عندنا فيه كذلك ملاحظات حول منهجيات يكبره، لأنه فقط نعتبره أنه تم تيطير للزمان، وبالتالي أننا تنظر يعني مجموعة الفرص تجاه موظفي الجماعات الترابية لأوضاعهم زادت سياء ولا تعد هو كبيرة بين موظفي الجماعة الترابية وموظفي باقي القطاعات، وبالتالي أنه سؤال يتطرح هنا حول مبدأ العدالة الأجرية لقطاع الجماعة الترابية. أصبح قطاعا غير محفزا وأصبح قطاعات في أدنى سلاليم يعني ديال الوظيفة العمومية. مطالبة وزارة الداخلية بفتح حوار جدي ومسؤول تصبيب استجابة العادلة والمشروع المطالب الموظفين، سيما جانب ديال معالجة التعويضات ديال داخل القطاع وتسوية وضعية حاملي الشهادة في مختلف فئاتهم المجازين والماستر والدكتوراه، وكذلك الشهادة ديال التقني والتقني المتخصص، ثم أنه رفع يعني الحصار ورفع الجمود على تفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية لجميع القطاعات. الآن عندها مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وكان قطاع موظفي الجماعة الترابية من أول يعني المطالبين هذا الجانب هذا، إلا وأنه دائما هناك مصادرة حقوق موظفي الجماعة الترابية، وبالتالي آخر من يستفيد أو سيستفيد في أي إجراء في الإدارة العمومية هم موظفي الجماعة الترابية، حيث لا يعقل أن موظفي الجماعة الترابية مؤسسة وبميزانية يعني تقتطع سنويا هنا بالملايين، وأنهم ما يستفدوا لا من عطلة ولا من صياف ولا من سفر ولا مخيمات ديال الأطفال ولا يعني حتى شيء، فقط تعويض يعني تكميلي على المرض التي خص أنهم وعلى جديد كلها ديال الخدمات اللي ممكن أنها. فالعموم أنه القطاع يعيش واحد الأزمة ووضعية يعني استثنائية، وخاصة بالنظر لوضعية ديال موظفي الجماعة الترابية في العالم، حيث أنه نحن الوحيدين اللي نتحاور ونتفاوض ويبقي القطاع اللي ما تنتميش للقطاع، وبالتالي أنه دائما هناك معاكسة ومصادرة في المطالب ديال طويل الأوضاع على الأقل في منطقة المماثلة، مطالب يعني مماثلة موظفي ديال الجماعة الترابية ما باقي القطاعات، وهذا الجانب هذا اللي تيديروا الفارق اللي تيديروا هو فارق التعويضات، فلا بد من نظام تعويضات عادل تضمن العدالة الأجرية.